بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. في هاتين الآيتين من سورة الإسراء يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يبين جل وعلا عداوة إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام منذ وجد آدم، حيث حسده بالسجود للملائكة له. وقد كرر الله جل وعلا هذه الأخبار عن آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله في سبعة مواطن من كتابه جل وعلا. ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة والأعراف والحجر وهذه السورة والكهف وطه وصاد. وقد تقدم تفسيرها يقول المؤلف أكثر من مرة: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له سجود تحية لا سجود عبادة، فسجدت الملائكة كلها إلا إبليس حسد آدم وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني هل يليق بي وأنا إبليس أسجد للمخلوق بعدي من طين؟ هذا اعتراض على الله جل وعلا. ولو أمر الملائكة للسجود لأي مخلوق لم يجب عليهم الامتثال، ولا يجوز الاعتراض على الله جل وعلا في أمره، فمن اعترض على الله في أمره فقد عصاه، ومن عصى الله جل وعلا فالويل له. قال: أسجد لمن خلقت طينا، أي هو أصله من طين، وأنا أصلي من نار الذي هو إبليس أصله من نار، وأنا أرفع منه على مستوى. وليس كذلك، بل الطين أفضل من النار، لأن الطين إذا وجد بجواره شيء أحياه وحي الحب وأثمر، بخلاف النار فهي إذا وجد بجوارها شيئا أهلكته. أسجد لمن خلقت طينا، هذا قياس مع الفارق، قاس أصله على أصل آدم فاختار أصله على أصل آدم،
والله جل وعلا له الأمر والنهي، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لو أمر الملائكة أن تسجد لأي مخلوق لوجب عليها الامتثال لأمر الله جل وعلا، لأن المعصية تكون لله تبارك وتعالى لا لهذا المخلوق الذي أمرت بالسجود له. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ ثم استفسر من ربه جل وعلا فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيت هذا الذي فضلته علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الاحتناك أن يقود ذرية آدم إلى المهالك، لأحتنكن ذريته أهلكهم جميعا معي في النار، لأن اللعين كما قال الله جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فاتبعوا إبليس مع أنه عدو لهم وأنه يقودهم إلى النار، فالله جل وعلا حذر منه وأنذر وبين عداوته لآدم، فلا يليق بآدم ولا بمن أتى بعده من ذريته أن يغفلوا عن هذا، بل يتخذوه عدوا ولا يطيعوه فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، فهو يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأهلكنهم جميعا أو لأعمنهم بالهلاك إلا من شئت يا ربي. فإنه لاعتراض على ربه جل وعلا، لا يستطيع أن يتسلط على من عصمه الله جل وعلا منه. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومن أين أدرك اللعين أن آدم سيطيعه هو ذريته؟ من قوله جل وعلا وقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فآدم وجد على هذه الأرض وأمر بطاعة الله جل وعلا، لكن الكثير من ذريته عصوا الله تبارك وتعالى وهو لا حق لهم أن يعصوه، وأطاعوا الشيطان وهم لا حق لهم أن يطيعوه، فهو يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف. الواجب على العاقل من بني آدم أن يعصي الشيطان لأنه عدو له، فهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر، فهو عدو للإنسان. والرجل العاقل لو أن ولده أو ولد صغير قال له: إن هذا الجار يسبك، لاتخذه عدوا له، وهو نقل عن ولد صغير لا يدرك الخبر ولا يعقله، فما بالك بماذا جاء إذا جاء الخبر من الله تبارك وتعالى بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتخذ الشيطان عدوا، لأنه لا يريد منا الخير ويأمرنا بالشر وينهانا عن المعروف.
وفي قوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي، اعتراض على الله وتسلط واستفسار في غير محله، لأن الله جل وعلا يأمر بما شاء وينهى عن شاء عما شاء، وهو قادر على أن يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا بحوله وقوته وتصرفه في الكون كله. نعم أخرى. يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له، فاختار عليه افتخارا عليه واحتقارا له، فقال أسجد لمن خلقت طينا، كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أيضا أرأيتك يقول للرب جرأة وكفرا، والرب يحلم وينظر، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الآية. قال ابن عباس لأحتنكن، يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا، وقال مجاهد لأحتوين، وقال ابن زيد لأضلنهم، وكلهم متقاربون. والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي، لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. فعلي بنا أيها الإخوة أن ننتبه لعداوة إبليس لأبينا آدم ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، فنحذره ولا نطيعه، فمن أطاع الشيطان هلك، ومن عصى الشيطان وأطاع الله جل وعلا سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. يقول السائل لماذا في صلاة الجنازة يقف الإمام عند وسط المارة ورأس الرجل وليس العكس؟ التعليل واضح، إنه عند وسط المرأة يقف وسطها ليستر الوسط عن الرجال الذين وراءه، وأما الرجل فيقف عند رأسه لكونه أشرف الأعضاء. يقول السائل حينما أبخر المنزل وأنا كاتم نفسي بشماغي وغترتي لكي لا أشم، يفطر أم لا؟ إذا لم يدخل إلى أنفك ولا إلى فمك شيء من البخور فلا يؤثر عليك. يقول السائل ما حكم الصلاة في الصفوف المتقدمة على الإمام مثل صلاة التراويح والتهجد بالمسجد الحرام وأيضا صلاة العشاء؟ لا بأس بهذا، لأن هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله في جواز التقدم على الإمام عند اجتماع الناس وكثرتهم كصلاة الجمعة وصلاة التراويح وغيرها من الصلوات، وقد نص الفقهاء على ذلك رحمهم الله. يقول السائل قدمت من مصر إلى المدينة وجئت إلى مكة وعملت عمرة لنفسي، وأخرج أن بمكة، هل يجوز أن أقوم بعمل عمرة أخرى من التنعيم لأبي أو لوالدتي؟ ما يحسن أخي أن تكرر العمرة، وإنما إذا جئت بعمرة فاقتصر عليها،
إلا إن سافرت إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف لغرض من الأغراض ورغبت في العودة إلى مكة، فيحسن أن تعود إليها بعمرة إن شئت. يقول السائل: لي أرض اشتريتها بقرض الزيادة ولها عشر سنوات، كيف زكاتها؟ هذه الأرض ما دمت اشتريتها طلب الزيادة ورغبة في الربح، ولا قرض لك بها ذاتها إلا سوى الربح منها، فيجب أن تزكيها في كل سنة حتى بيعها. زكيها في كل سنة، لأن التجارة يجب تزكيتها في كل سنة، ولا يجوز لك أن تتركها بلا زكاة. يقول السائل: ما حكم من اعتمر في شوال ولم ينوي فيها أن يمكث بمكة إلى وقت الحج؟ من اعتمر في شوال وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما فيعتبر متمتعا، سواء نوى التمتع أو لم ينويه فهو متمتع. فمثلا إذا اعتمر في شوال وجلس في مكة وهو كان قبل جلوسه ينوي السفر، لكنه عدل عن السفر ونوى الإقامة فأقام بمكة حتى حج من نفس السنة ولم يسافر بينهما، فيجب عليه هدي التمتع. أما إذا سافر بينهما فالحكم للعودة من سفره، إن عاد متمتعا فهو متمتع، وإن عاد مفردا فهو مفرد، وإن عاد قارنا فهو قارن. وفي حال التمتع والقران يجب عليه هدي التمتع. يقول السائل: كنت بمكة قبل الحج بشهر أو بشهرين، فأتى الحج فحججت، ولكن أديت المناسك دون علم، ما به هناك حج قارن أو مفرد أو تمتع، فهل يصح الحج وهل علي شيء؟ يصح حجك، وما دمت اعتمرت في شوال وحججت من نفس السنة فأنت متمتع بالعمرة إلى الحج، سواء علمت أو لم تعلم. عليك أن تؤدي دم الهدي، دم التمتع، وهو شاة تذبح في مكة ويأكل تأكل منها وتطعم وتصدق. وإن لم تعلم الحكم فهذا الحكم يعلمه أهل العلم. يقول السائل: لبست الإحرام للعمرة لكن تجاوزت الميقات بدون النية أو التلفظ بالنية. النية أخي محلها القلب، ولا يلزم التلفظ بها. فكنت لبست ملابس الإحرام وأتيت تريد مكة، ماذا تريد؟ تريد العمرة. فأنت دخلت بالنسك بإرادتك واتجاهك إلى مكة، ولا يلزم أن تقول نويت أو اللهم حجا أو اللهم عمرة، ما يلزمك ذلك. وإنما تلبست ملابس الإحرام وجئت إلى مكة، ماذا تريد؟ تريد العمرة. فالعمرة حاصلة إن شاء الله، والنية صحيحة وإن لم تتلفظ بها. يقول السائل: هل الغيبة تبطل الاعتكاف؟ الغيبة أخي لا تبطل الاعتكاف، ولكنه لا يجوز للمسلم أن يغتاب لا حال اعتكافه ولا حال خروجه من معتكفه ولا في أي حالة من الحالات. فالغيبة مذمومة وهي حرام، وهي كبيرة من كبائر الذنوب.
يقول السائل: عند الصلاة أجد دما في فمي فأبتلعه، هل علي شيء؟ لا يجوز لك أن تبلع الدم قصدا، لكن إن ساق مع حلقك بلا فعل منك أو لا إرادة فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: إذا اجتمع في الجنازة رجال ونساء وصبيان كيف يكون الدعاء؟ الدعاء للجمع للرجال والنساء جميعا دعاء واحد، ودعاء الصبي والطفل دعاء خاص. فمثلا الرجال كان يكون رجال ونساء فتقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هكذا تقول إن حفظته فبها ونعمت، وإلا تدعو للأموات جميعا بدعاء واحد. وأما الطفل أو الأطفال فتدعو لوالديهم بالمغفرة والرحمة، فتقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. هكذا يكون، ولا فرق ولا خلاف ولا إشكال. لو دعوت للرجل الواحد بما تدعو به للمرأة أو دعوت للمرأة بما تدعو به للرجل الواحد فلا بأس، كأن تقول: اللهم اغفر له وهو امرأة، أو تقول: اللهم اغفر لها وهو رجل، لا بأس عليك، لأنك إذا قلت اللهم اغفر لها وهو رجل تقصد اغفر لهذه الجنازة التي بين أيدينا، وإذا قلت اللهم اغفر له وهو امرأة لا بأس، تقول: اغفر لهذا الميت الذي بين أيدينا، ولا يلزم أن تعلم عنه أهو رجل أم امرأة. يقول السائل: ما معنى إذا وافق ليلة القدر شرح صدره؟ يكون من علامات أن هذه الليلة ليلة القدر مثلا انشراح صدر الإنسان وتهيئه للدعاء وحرصه على ذلك، هذا علامة قد يدركها بعض الناس ولا يدركها البعض الآخر. يقول السائل: كيف يعرف الرجل أو المرأة أنها بأنهما يعاني أو تعاني من أمراض السحر أو مس وليست أعراض مرض نفسي؟ هذا يعرفه من يختص بهذه الأشياء، يدرك هذا ويبين له. يقول السائل: زوجة تسأل: بعد سنة من الزواج هل يجوز لي أن أطلب الطلاق من زوجي لأنني لا أستطيع التوفيق بين الدراسة وواجبات الزوج، ظروف أبي صعبة، ظروف والدي صعبة اللذين يحتاجون مساعدتي المادية؟ ما يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق من زوجها من غير بأس، يحرم عليها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق لأجل ظروف الدراسة، لأن كونها زوجة أولى من كونها دارسة أو معلمة أو نحو ذلك، فغبطتها بالزوج إذا كان مستقيما عليها أن ترتبط به وتسر به وتقوم بواجباته. أما إذا كانت تكره الزوج لغرض شيء آخر
فلا بأس عليها حينئذ إذا كان ذلك معلوما واضحا. يقول السائل: قدمت من مصر إلى مكة وعملت عمرة عن نفسي، ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت بها عدة أيام، وعدت إلى مكة وعملت عمرة لوالدتي رحمها الله، ثم قمت بمكة وذهبت إلى التنعيم وعملت عمرة لوالدي رحمه الله، وأريد الآن أن أعمل عمرة لأختي المتوفية، هل يجوز؟ يا أخي، تكرار العمرة لا بأس به من بلد تقدم بها إلى مكة، أما وأنت في مكة تخرج إلى الحل أو إلى التنعيم أو إلى غيره فلا يحسن ذلك. فعمرتك حين قدومك حسن، ثم عمرتك حين قدومك من المدينة حسن، وأما عمرتك من التنعيم فلا يحسن ذلك، لأنك حديث عهد بعمرة. يقول السائل: لي قاعة حفلات أجرها للناس لإقامة حفلاتهم، إلا أنهم يستعملون الغناء مع العلم أنني أشترط عليهم عدم استعمال الغناء، وما حكم من أكل طعام وليمة استعمل أصحابها الغناء، فهل علي ذنب أو علي إثم؟ ما دمت تشترط عليهم عند التأجير ألا يقيموا الغناء في صالتك فلا بأس عليك إن شاء الله، وأما طعام وليمة فلا يحرم لكون أصحابها يستعملون الغناء. يقول السائل: هل هناك منظرين على الأرض غير إبليس؟ وتفسير الآية: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، هو الجن من الجن إبليس، وهل من الإنس المسيح الدجال؟ وهل المسيح الدجال هو السامري الذي صنع العجل لقوم موسى؟ أما المنظرين فلا أعلم أن أحدا منظر منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها غير إبليس بدعوته لربه. وأما قول أهل النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، ما يلزم أن يكون هؤلاء من المنظرين، وإنما الذين تسببوا ودعوهم إلى الضلال من الجن والإنس، لأن دعاة الضلال قد يكونوا جنا وقد يكونوا إنس. يقول السائل: أنا لدي مال زكاة، ووالدي يريد أن يحج، هل يحج بمال زكاتي؟ لا يا أخي، تريد أن لا تحج شيء؟ للمسلمين زكاتك للفقراء المسلمين، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 أصناف هم الذين يجوز أن تصرف لهم زكاة مالك، ولا تصرفها في غير هذه الأصناف 8، وعليك أن تنفع نفسك وتنفع الفقراء بشيء من مالك الذي خولك الله. ووالدك إذا احتاج إلى الحج وليس عنده نفقة فتعطيه من حر مالك، لا تعطيه زكاة مالك. يقول السائل: شخص معه من المال 30,000 ريال حال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ نعم، يجب أن يزكيها، وزكاتها ربع العشر، في 1,025 ريالا وفي 4,100 ريال وفي 40,000 1,000 واحد وهكذا أيها الإخوة. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة
هل يجوز إعطاء الزكاة إلى العمال الذين يشتغلون عندي إذا كنت أعلم وظيفتهم، وهل لا أخشى أن يدفعهم ذلك إلى طاعتي وولاؤهم إلي كأن يتقنون العمل مثلا؟ أما العمال الذين يشتغلون عندك فيجوز أن تعطيهم من زكاتك إذا كانت رواتبهم لا تكفيهم نفقة ولا من يعولون، لا بأس عليك أن تعطيهم من زكاة مالك. يقول السائل: إذا كنت معتكفا واحتلمت في المنام فقمت فغسلت فرجي وتوضأت ولم أغتسل، فماذا علي؟ يجب عليك الاغتسال، لأنك صليت صلوات بدون اغتسال وأنت عليك جنابة، والمعتكف لا بأس عليه أن يحتلم لأنه لا يدرك ذلك، وإلا إذا كان عالج ذكره ليدرك لينزل ما فيه من المني فهذا لا يجوز له، وإذا فعله أبطل اعتكافه، ولا يبطل الاعتكاف بشيء لا قدرة للرجل على منعه. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في المنزل بجوار الحرم؟ لا يا أخي، الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، لا بد أن يكون في مسجد، ولا يجوز حتى للمرأة أن تعتكف في مسجد دارها في المكان الذي تصلي فيه، وإنما الاعتكاف في المسجد. علينا أيها الإخوة أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة من صلاة وقراءة للقرآن وذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة والصدقة، وهكذا فالأيام هذه مباركة لا ينبغي لنا أن نضيعها في القيل والقال، وخاصة المعتكف فإنه يصرف جل وقته في طاعة الله جل وعلا ولا يضيع الوقت، فالوقت ثمين، فإذا ضيعه ضاع بلا فائدة ولا مصلحة تعود عليه. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والذكر والصلاة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، فمن تضرع إلى الله جل وعلا استجاب الله دعاءه ووفقه. فحري بنا أيها الإخوة أن نغتنم هذه الساعات المباركة فلا نضيعها بما لا فائدة فيه. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.